يمكن أكتر كلمة بنستعملها لما بنحكي عن المستقبل هي التنمية. فشو يعني تنمية؟ أفضل طريقة نفهم فيها التنمية إنه نرجعها لجوهر تعريفها، الإنسان، ونشوفها كرحلة منعيشها أنا وإنتو يمكن كل يوم، رحلة شباب وصبايا لقيوا مين يساعدهم يحولوا حبهم لأبسط الأشياء لمهارات تطورهم ويطوروها، أثبتوا فيها إنه العقل هو أهم رأس مال إلهم ولبلدهم. والمدرسة اللي فازت والعقل علم، والعلم ما بيكمل بدون تجربة، وأحلى تجربة هي اللي منشوف فيها العالم. وزي ما جزء من رحلة التنمية في فرص للتعلم من خلال السفر، رحلة التنمية هي رحلة توفير فرص من كل نوع، فرص للتطوير، فرص للتدريب، وفرص للعمل، وفرص بلاقي فيها جيل كامل مظلة تجمعهم فيها، بلاقوا صوتهم وبيحطوا إيد بإيد يشتغلوا مع بعض ويتعلموا مع بعض ويعطوا أجمل مثال لكيف الشباب هم اللي برسموا لنا المستقبل، ومعهم مفاتيحنا لكل العالم. وكل واحد خاص بطريقته، عنده مواهبه الخاصة، قدراته الخاصة، وأحلامه الخاصة، ولما يلاقي الدعم اللي بيستحقه بتحول لقصة نجاح ومنارة لكل واحد عنده حلم. والحلم زيه زي أي رحلة بتبدأ بخطوة صغيرة على درب، التنمية فيه هي البوصلة ليصير الحلم حقيقة، والتنمية هي اللي بتعلمنا إنه من كل حلم بتحقق بنولد حلم أكبر. والفكرة اللي بتبدأ صغيرة إذا لقيت مين يرعاها ما في حدود لمستقبلها، والخطوة اللي كانت صغيرة على الدرب صارت مسيرة كلنا مشينا فيها يوم وكلنا رح نمشيها كل يوم، لأن مستمرين بتحقيق التنمية، ولأنها رح تستمر المسيرة.